اللواء خير يا فندم؟ في ايه؟ لا مش خير يا معلم. في ايه يا فندم؟ هو احنا هنقف نتكلم على الباب ولا ايه؟ لا طبعا فاتتني دي. اتفضل اتفضل يا فندم. خطوه عزيزه. تشرب يا فندم. في ايه يا باشا؟ وقوع البلا والانتظار. في الظروف اللي زي دي المفروض اجيب قوه واقبض عليك. قوه ليه؟ انا عملت ايه؟ عملت عمله كبيره يا معلم. بوظت خطه لاداره المكافحه، وكل ده بسبب ان انا استثنيت العربيه بتاعتك تخرج من غير ما افتشها. يعني ايه؟ يعني اللي انت فهمته يا معلم، العربية كانت مليانة مخدرات واحنا كنا رصدينها، وكنا عاملين خطة عشان نقبض على الجنتل وشداد متلبسين بحرز وحجازة. مستحيل. لو حصل يا معلم، كل العربيات اللي خرجت من المينا اتفتشت الا العربية اللي انت خرجت بيها. يعني مرجان ابن الريس غريب شغال مع شداد كده؟ الحكاية صح. مرجان في الأول ما كانش راضي وكان متضايق إن أبوه اداني سمك، بعد كده السكة سالكة رايح جاي وزفة. ياه، الدرجة دي الواحد كان مضحوك عليه. بوظت علينا خطة كبيرة أوي كنا عاملينها من فترة، ولعلمك المخدرات دي كانت مستحيل تخرج من المينا لولا إن استثنيت العربية بتاعتك تخرج من غير تفتيش. على العموم يا باشا أنا تحت أمرك، هروح أغير وأجي مع سيادتك وأعترف بكل حاجة. تعترف بإيه؟ ما هو مفيش تهمة. كل اللي أنا بقوله ده استنتاجات. طالما مفيش حرز يبقى مفيش قضية. على فكرة المعلم قلاش اللي كنت بتدور عليه من فترة ظهر، وأعتقد إن ظهوره مش هيفيدك بحاجة. البضاعة بتاعته اللي حطها في عربية أبوك اللي اتمسكت، كل التجار اللي كانوا مشاركينه راحوا له وخدوا تحويشة عمره، يعني كل اللي حلته اتجنن اختفى. وظهر من كام يوم كده بيبات على الكورنيش وبينام هناك على الرصيف. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.